من الذي أطعمك وسقاك بعد الله؟ أليس والدك؟ من الذي يتعب ليل نهار؟ من الذي يتحمل الديون؟ أليس والدك؟ من الذي يلبسك؟ من الذي يشقى لأجلك؟ أليس والدك؟ ولكن الأم فقط تأتي عنده وتقبل يدها، والوالد ما له شيء؟ حرام عليك يا أخي. الوالد يبكي ليل نهار ويتعب ليل نهار ويعاني من هموم الناس وآلام الناس، كل ذلك لكي تأكل وتشرب وتسكن أنت وأمك، ولا تعلم كم تحمل لأجل ابتسامتك أنت وأمك وأخواتك، ليس كذلك يا أحبة؟ حرام علينا هذا الفعل مع والدنا. إذا جلسنا مع الوالدة نقبل اليد ونشعر بحنان وخضوع بين يديها. إذا جاء الأب كأن جاء. Likey.